ضرب ما بنحسن نرجع لأنه في حل. نبي نعدي على بلدنا على سوريا غالي. سافرنا على ليبيا، عملنا اتصالات قال نروح على ليبيا في هناك خدمة. قصف، ضرب، طيران، صواريخ، هيك هذا وين حطوه بالسيارة وفتلوا فيه شوارع سرد. شافوا فز دايما يفز مرعوب. خبت يعني سمعنا ان التلفزيون كثير ناس عم بتموت بالبحر مشان هيك ما طلعت. ما ضل عندي شيء، راح كل شيء خسرناه بسوريا. اللي احنا